يا رب افرجها من عندك. كل صحاباتي وبنات عمي يدرسين وأنا محرومة من الدراسة، مش من حقي إني أتعلم. يا أختي من الصبح وأنت جالسة عند الطاقة بجبري روحي. يا أسامة، بنات عمي يدرسين وصحاباتي يدرسين وأنا دي ما خلانيش أدرس. الله يسامحك يابا. خلاص يا أختي لا تقلقي، إن شاء الله لو ما يجي أبي وإحنا نبصر طريقة نقنع أبي بقى إنه يدرسش ويغير طبعه معانا. قولي إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أبد معاهم بيتوشوشوا من صباح الصبح. ولا حاجة ما يا الله رضاك ترضى علي وعلى عيالي. ما قدبة ولا حاجة يا بنابة ولا شيء. السيارة هذا والأرضية بتشتغل يا ولدي وما تشيني بعلك قد أنا داري أدهف. جلانة طلع وعلنك قال أدهف حاجة أبسط شوية. ها سيرتي أسيت للبطارية. أجدي أسيت للبطارية يا با أن داري إني معي دراسة، خليني ألحق الطابور. طابور ما هو سيرتي أسيت وارجع وأنا أطور بك الأرض. فارح لي بالطابور يا با مشاكبة، خليني معي دراسة اليوم يا با، لا تقرح علينا اليوم جو. ما عاد فعل لك الدراسة هذه. ما عاد فعل لي أنت. سيرتي أسيت بسرعة. الله مخرج قرب من أمك زلات وسير اشتري أسيت. فيلسوف صعمه يا باه. اشتي اكلمك في موضوع مهم. داري ما هو ها تحكي. اطلب منك طلب. اطلبي عيوني انا داري ما تشتي. صابون على ما تغسل يلا ده صاع. ماشي تشتي حبل على ما تضحيهن. ولا يابا اشتي اقول لك تحاكي وانتي روحي تحاكي يابا اشتي ادرس. ما تفعلي ما سمعت يابا. ادرس مثل اصحاباتي. تدرسين يا عيبا. اسمعوا كذاب انتي تشتي تدرس. ما يقولوا علينا الناس. ما بش عندي انا بنات تدرسي. البنت تغسل تكنس تطبخ تخبز تعجن. ما بش عندي دراسة يابا. اش تدرس علشان احفظ القرآن واصلي واتعلم امر ديني. سهل ما الصلاة انا عاد اعلمك سورة الاخلاص وسورة الماعو. يابا ما يصلح. كفاية خواتي الكبار زوجتين وما قدرنا نشتري نكتب اساميهن. الله الله وهي زواجة ولا قلت لني سيرين ذاكر الا زواجة هي. يا لطيف من بعض البنات خفت حد قال لك تشتي تدرس. الله الله يا بابا اسمع اولادك يا بابا. الله الله يا بابا اسمع اولادك يا بابا. اشتي اتعلم يا بابا من حق اتكلم يا بابا من اجل صلاتي يا بابا هي نور حياتي يا بابا. الله الله يا بابا اسمع اولادك يا بابا. الله الله يا بابا اسمع اولادك يا بابا. اسمع اولادك يا بابا. ما شاء الله تتعلمي ها انت اتعشيت وضك في الصالة. قد انا داري متوقع انه انت الذي بتعلم هاللغاجة. شي تعلم ها؟ ما دخلني انا يابا وذاك الاسيت في الصاله شي ولا شي انا اساس ادرس خاطر. جي 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 انا طرحت الاسيت في الصاله. وتشي تصير تقرا. ايوه وبهله الاظهر. ها؟ مالك وبهله لا حد يعشي. بتدور معذري علشان الاسير المدرسه. انما ادفع لك الدراسه. بالعلم نتحدى المصاعب والصعاب. والله 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 أعطانا العزيمة يا شباب. لا للكسل مثل الدواب. نقرأ كتاب الله هو أغلى كتاب. نقرأ كتاب الله هو أغلى كتاب. نقرأ كتاب الله هو أغلى كتاب. مثل ما مثل التواء تاري قصتك أنا
أنا ما لاش تابه، أنا أشوف ما قريت ولا تعلمت، لكن أقرأ وأكتب أحسن منك ومن غيرك. صرت تقرأ وتكتب يا أبا؟ اصبر، قطع به رسالة مدري معي. شاش من شاشك؟ مش هكذا يا أبا، هكذا يا عكس. شاش مقشعة شاف وشاكش. هات يدي الدولة بي رسائل من الصغير. منين هذه الرسالة يا أبا؟ من الصين ولا منين؟ لا ذيك بعيدة، شكلها من الصين يا ولدي. اصبر. شاكش كشاء من شاشك شاء عفاشك. وهذه من كوريا. ما يعني يابا دي هذه عاش من شافك يا أخي، لا تنسى الغداء اليوم عندي. هذه من عمي. أيوة التاري وغرو عمك خطه ضعيف. الله يرحم ضعفنا. الله يرحم ضعفنا. يابا أمي مالها؟ أمي من شربت العسل. ما هو أمي شربت العسل تقطب. إنها بغرجنا. أمي شربت العسل. إن هذه المجنونة تشرب عسل، هي بعقلها ما دراها تقرا. ومن أي هنا تخليتها تدرس وتقرا ولا تتعلم؟ أمي عدوى. ان شاء الله ما يقعد لك. يا دكتور امي عطوا من قلبي كل اللي عطوا. والله يحفظك. الحين قول لي اين الدكتوره؟ اين دكتوره يا حاج؟ الحين حاله المراه خطره، ضروري ننقل حياتها في اقرب وقت. ما بالله دكتوره اني احنا والحج هذا ضروري الحين حياك يا دكتوره. اي تسوي سمحتي بسرعه معانا حاله خطيره. امي الله لا قضى حاجتك يا با. قول لك وانا ما دخلنا. يا الله خارجنا. اتصلت بعمار. يا الله كيف اسمك؟ يا عم كيف انت يا اخي؟ اياك الله سلامه. ايش بي يا عصام؟ كم قدلي منك، حرام علي. خير الحين مش وقت المحاسبه. قل لي كيف، ما هو موقع المرا شربت العسيد. امسكي وفعلي. هذا عمي. كيف انت يا عم؟ حياكم الله. هاني يا عيالي. انا قد انا بخير وانا يا عم. الله يكبر. امي مريضه. بس اسكت، مخصوم من راتبك. جالس. ايش بك؟ قلنا لك الحج المدبر بنت المدبر. امسك يا الاسيد وافعلي به صغر. شربت الاسيد. نحن لو خايف يا عزاك. سمعوا، انتوا دارين فرصتنا نخلي بيه يتغير الا الاحسن مثل ما فعلوا عيال عمي. فرصتنا الان فرصة. اكيد يا عم. لكن قل لي ليش ما بش دكتورات؟ قال لك ما بالله دكتور، قلت للحرم ما يدخل غرفة العملية. أنت داري أنت ريبة؟ أنت سألي يعور عينه ويجي يقول ما اللي يعورني، وأنت بتعور عينه؟ أنا اسأل نفسك يا أخي، اسأل نفسك. ما اسأل نفسك بالله عليك. إذا أنت الأول ما بتدرس بنتك. إذا ما درستش بنتك هذه، من عجية الدكتورة؟ من عجية المدرسة؟ من عجية المهندسة؟ من عجية الطبيبة؟ كل نفسك. من الجن ما بالله بنتي ما عاد أدرسها. خلوكم الجن، بنقول لكم ما أتدرس يعني ما أتدرس. حول ولا قوة إلا بالله. قد بندرس العيال كم من جنب؟ حول ولا قوة إلا بالله. بتدرس العيال؟ الله، العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. على كل مسلم ومسلمة. بعدها يجلس كل ما نسأله يقول قضاء وقدر. مشوا على العلم. أسألك بالله ما دخل المرض في العلم؟ بنقول لك شربت عسيد. ما دخل العلم هذا قضاء وقدر. صح يا أبا، قضاء وقدر. بس الله قال في محكم كتابه، قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولو كانت أمي من الذين يعلمون ما كانت شربت الأسيس. أيوة يا أبا. تتعصبوا كلكم، تعصبوا علي كلكم.
حسب شر المصد. ما رأيك أنت قل لي؟ ما رأي أنت عن نفسك أنت؟ المفروض بديك كلام وقيس، كلام ما شاء الله عليه، وبعدها هو العلم وفريضة قلنا لك على كل مسلم ومسلمة، مش على أي واحد. وشتي أقول لك حاجة يا به، المرأة المتعلمة تحافظ على صحتها وصحة عيالها، والمرأة المتعلمة تقدر تربي ابنها وبنتها. صح صح. أبو بلاد هيا مرأة فالداهي متعلمة لك أنا ما شاء الله تتليقنوا كلكم علي لببتوا بيقنا أنا عاطش طيب لي ما أشرب قالك تشتي تتعلم مكنوني هداء وداوي هيا به كذا ها حول ولا هاي ما هو ما به أو قد أمكم ماتت أو حتى أني شرب الأسيت كنت عم تشرب الأسيت يا به اشتي تقتليني اشتي تقتلي يا بو يا مدبر يا بنت المدبر لا يا به ما فيش انسان في الدنيا كلها يشتي يقتل ابوه الا هذا شفت تقتلي راسي تشتيني يا بو وهي ما درها يا به كيف ما درها هو ذا قالوا مكتوب في عسي تقرا وانت منيحي خليتها تدرس وتتعلم وتقرا يا به احنا علمتها شل ودماك لو ما تقرا انه اسد والله ان كلامكم واضح بعد يا اخي ايش اقول لك حاجه صلي على رسول الله اللهم صل وسلم انت صلوا عليه اللهم صل وسلم عليه انت اذا علمت رجل علمت فرد واذا علمت امراه علمت مجتمع بكامله معاكم حق جاي بنت جاي والله اننا بدنا حاسس اننا ظلمتها لكن قولوا لي كيف الحج انت الحين يا من واحد يا دكتور يا خذ يا دكتور يا دكتور امي كيف حالها الحمد لله الحمد لله نطمئن اول حاله نبشرها بالخير ان شاء الله الحمد يعني نقدر نزورها على طول الان تقدروا تزوروها والله هي هنا في القصه موجوده في القصه والدكتور لي عندها حسبي الله ونعم الوكيل لو كان شربت العسيت انت مدي لك بره اخطات يا ربي الحمد لله قدامي بخير الحمد لله رب العالمين الحمد لله على السلامة الحمد لله على سلامتها نزل نزل أمي راعي الحمد لله بهذا المناسبة أنا قررت عدة قرارات لحظة لحظة ما قلت سمعنا القرارات شوية مستعجل دائما مخصوم من راتبك لا أنا قدك مستلج القرار الأول بنتي هذه تدرس الله أكبر ما رأيكم؟ سلام عليك قرار حالي قرار رأي القرار الثاني أمكم بسلامة الله إن شاء الله تقريها في محوى الأمية يا الله مبروك مبروك القرار الثالث القرار الثالث أبوكم بسلامة عيقرا في محوى الأمية ايوه اجرا في محو الاميه علشان اتعلم كرهت الجهل خلاص نشتي نبني يمن جديد كيف نبني اليمن الجديد واحنا ما قد تعلمنا السواء اليمن الجديد والوطن هذا يشتي عيل صح ها صح 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 وما رايك صح واليمن الجديد يا اخي الكبير الله يحفظه ويطول في عمره يشتي ايش ان احنا نتكاتف نتسامح ننسى الأحقاد والأضغان ونبقى شعب واحد ويمن واحد ونبني هذا الوطن من جديد إن شاء الله نتسامح ها؟ نتسامح والأخ يزوره والأخ يزوره أيوة هكذا تعجبني رضي عليك تمام والله هيا خلاص وأنا بهذه المناسبة شاقدم أنشودة لهذا الوطن العزيز والغالي الذي كنت تقدمها في الطابق ايوه يا با سمعنا واحنا نزور امي نزور امي وبعدها نرجع نسمعها يا الله